دوز كره دابا راه هي الرئه ديال الدار البيضاء، هي المتنفس فين كنخرجوا، و كنخرجوا من داك الحيوط ومن داك الصداع ديال المدينه، وهذا كنجيو هنا ناكلوا هنايا ونبدلوا الجو ويكاند، بنادم يشم هواء نقي وينسى شويه داك الضجيج ديال المدينه. تنجيو للبوسكوره على حساب العائله، تنشطوا معاها، تنتجمعوا كاملين، تنبدلوا الروتين ديال الخدمه ديال السيمانه كامله على هادشي علاش نجيو. وبالنسبه فاش كتمشيو نتوما هنا كتنقيو الدنيا؟ ضروري نقيو الدنيا، ضروري تنقيو الدنيا، تجمعوا الزبل ديالنا، حتى حاجه ما نخليوها في بلاصتنا، تنخليوها نقيه. شنو كيعجبكم في هاد الغابه ديال البوسكوره وعلاش كتجيو هنايا بالضبط؟ الغابه تنجيو ترتاح فيها، النهار نهار الحد تيكون جلسو، تنجيو نجيبوا ليا تيمشي الغابه. بالنسبه لكم واش كتلقاو هنا المرافق الاساسيه، لي طواليت، كتلقاو التجهيزات هنا كاينه؟ كلشي كاين هنايا، كلشي كاين في التجهيزات، كلشي كاين في هاد الغابه. بالنسبه للامن، كاين الامن هنا شويه؟ الامن موجود، الامن موجود هنايا، الموجود، ما كاينش السيبه، ما كاينش بنادم، كلشي مقر، كلشي جالس هو وليداته. بوسكورة حيت هنا كاينة الغابة كنرتاحو، فهمتي، كاين هنا وهادشي كنربيتو مزيان. الغابة كاين كاين صداع تما ومدينة عاوتاني طونوبيلات، الهواء ما نقيش، فهمتي، كن كنلقاو شوية الراحة وداكشي باش كنرتاحو مزيان. علاش كتعجبكم هنا بوسكورة بزاف؟ فيها الطبيعة وفيها البنادم بزاف و نشاط كلشي. بالنسبه لكم واش كتنتعش الحركه مع هاد العطله ديال الربيع والوليدات جالسين؟ على حسب، على حسب كل الويكان وسميتو ديالو، ماشي ديال هاد الويكان مثلا اذا كان مزيان عاود شويه عاود هادي، فهمتي، ماشي شي حاجه ولا، المهم تدي باني راسك وصافي، ماشي شي حاجه. بالنسبه لك انت شنو كدير هنا في الغابه ديال بوسكور؟ كنهز الناس كنحطهم في المفغا ونربيهم دوار. يعني وفهاد العطله ديال الربيع دابا واش كاين الاقبال، الناس كيجيو عندكم كيطلبوكم الناس باش تهزوهم؟ ضروري كيجيو الناس، بحال دابا غدا يقدروا يجيو الناس، حسينا العطله ولكن الناس مسافره قليل اللي كيجي. دي خرجه بين قوسين شبه عائليه، كيف قلت لك نخرجوا من داك الروتين، الحمد لله دائما في اطار ريادي، والحمد لله كان عندنا بروغرام تقريبا نصف يوم كامل قضينا في غابه بوسكوره، جو زوين في اطار العطله. هاد الوليدات هادو من واحد الفئات اللي ما غاديش نقولوا غنيه، فئه اجتماعيه اللي متوسطه شويه هشه، ما كانش امكانيه الماديه انهم يخرجوا بحال العائلات المغربيه كيخرجوا رك مصاريف، فاضطرينا اننا نوقفوا التدريب ديالنا العاديه وجينا اليوم ان شاء الله قضينا النهار ديالنا في غابه بوسكوره في اطار الترفيه عن النفس.